تعد محافظة السويس واحدة من بين أهم المحافظات التي تحتفي بذكرى نصر أكتوبر. يستمر العطاء والبناء، وتشهد المحافظة إنشاء عدد من المشروعات التي توفر حياة كريمة لمواطنيها. التفاصيل مع الزميلة سارية ياسين موجودة في محافظة السويس. إليك سارية. أهلا شادي، شكرا جزيلا. بالفعل أنا متواجدة حاليا من محافظة السويس، والتي تعد واحدة من أبرز وأهم المحافظات كما ذكرت، التي تحتفي بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى نصر أكتوبر. وهي واحدة من المحافظات التي قدمت أبنائها، قدمت عدد من الشهداء وعدد من التضحيات في نصر أكتوبر، خاصة وأنها شهدت واحدة من أكبر وآخر معارك حرب 73، حرب أكتوبر، وقدمت فيها تضحية أمام العدو الإسرائيلي أو أمام العدوان الإسرائيلي في ذلك الوقت. يعني عملية الاحتفالات مستمرة طبعا، لكن هذا العام وخاصة بسبب الظروف الموجودة حاليا لن تكون الاحتفالات على الشكل المعتاد، وإنما ستكون على شكل عدد من الافتتاحات لعدد من المشاريع المهمة التي يعني ستتم أو سيتم افتتاحها هنا من قبل محافظة السويس. اليوم كان المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات دكتور خالد صديق في زيارة لمحافظة السويس للحديث عن عدد من المشروعات، تحديدا مشروعات تطوير المناطق الغير مخططة. هذه المشروعات التي يصل عددها إلى 15 مشروع تقريبا، وأيضا ناقش الحديث عن مشروعات الإسكان وإنشاء أسواق حضرية في محافظة السويس، وقام أيضا بجولة في عدد من هذه المناطق، تحديدا المناطق التي سيتم البدء في العمل فيها. عدد كبير من المشروعات الغير مخططة والتي سيتم رفع كفاءتها، سيتم تطويرها، حوالي 15 مشروع من أبرز هذه المشروعات التي بدأ بالفعل العمل فيها: كفر النجار، كفر العرب، الفرز، وأيضا منطقة عرب المعمل في حي عتاقة، وعدد كبير من المشروعات أيضا مشروعات التي انتهت في حي فيصل في محافظة السويس. أيضا هناك منطقة نواة التي تم أيضا العمل على تطويرها ورفع كفاءتها ورفع كفاءة المرافق العامة. أيضا مشروعات أخرى غير مشروعات تطوير المناطق الغير مخططة هي مشروعات أخرى توفر حياة كريمة للمواطنين، من بينها مشروعات الصرف الصحي، حوالي 27، ربما أكثر من 27 مشروع صرف صحي في محافظة السويس. من المفترض أن يتم افتتاح 3 من بين هذه المشروعات هذا الشهر، شهر أكتوبر، بمناسبة طبعا نصر أكتوبر الذي تحديدا تحتفي فيه في محافظة السويس في 24 من هذا الشهر. تكلفة هذه المشروعات 27 مشروع للصرف الصحي حوالي أكثر من 600 مليون جنيه، وكما ذكرنا 3 مشروعات من بينها سيتم افتتاحها هذا الشهر. أيضا مشروعات أخرى مثل مشروع لخط لمياه الشرب، هو خط هام جدا، سيتم وصل هذا الخط من العاشر من رمضان أو تحديدا من منطقة العاشر من رمضان وحتى حي السلام 1 والسلام 2، هو من بين واحد أيضا من المشروعات التي ستقوم بحل مشكلة انقطاع المياه في هذه المناطق، السلام 1 والسلام 2 في محافظة السويس. أخيرا أيضا بالنسبة لمشروعات الكهرباء، هناك أيضا مشروع هام جدا، هو تنفيذ مشروع لمحطة كهرباء أو تنفيذ مشروع تطوير محطة أو الشبكة الكهربائية الموجودة في محافظة السويس بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه، وأيضا مشروع هام جدا سيسهم في رفع كفاءة وإحلال وتبديد الشبكة الكهربائية هنا في محافظة السويس. عدد كبير من المشروعات كما ذكرنا خصها اليوم مدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بهذه الزيارة وبهذا الاهتمام والرعاية لأن يتم افتتاح عدد كبير منها هنا هذا الشهر، والبدء بتنفيذ باقي هذه المشروعات، تحديدا مشروعات الأماكن أو المناطق الغير مخططة والتي زرنا اليوم عددا منها. مرة أخرى أعود إليك شادي. بشكرك سارية ياسين مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا من محافظة السويس.